الركن الثالث من أركان الإيمان. ركن سلفا. بالكتب. أن تؤمن بالكتب. أن تؤمن بالكتب. بالكتب. في هذا ميت يجتوب بالكتب تأمن. كيف نؤمن بالكتب؟ نؤمن بأن كلام الله. كتاب الدين كلام ربي. منزل غير مخلوق. منزل غير مخلوق ما في دينه. وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب. كل رسول معه كتاب من أنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام. نؤمن بجميع الكتب. وبمعلم أن الله من أسمائها. القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى عليه الصلاة والسلام. نؤمن بما علمنا الله من أسمائها وربي مقامتي ومقامتي تأمنا والأخبار التي وردت فيها ورواية كيسة تبتمل تأمنا والأحكام التي وردت فيها أحكام الكتابة كيسة ودرون تخربي تجنب وأن القرآن ناسخ لهذه الكتب قرآن كتابة ما أدرار من السخيط رجلت تسني أمنا نؤمن بها لكن لا نعمل إلا بما ورد في القرآن والسنة لا نطالع في هذه الكتب نطالع في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم